نشكر جمعية التطور والتنمية لرعاية الأيتام والأطفال الرعاية الصعبة، وكذلك الشكر موصول للإخوة الدكاترة والممرضين وجميع من يساهم في هذه الأعمال. لا شك أن بطبيعة الحال لها يعني وقع كبير، والله وحده يجازي الناس خير الجزاء. بطبيعة الحال سأتحدث كلمتين مقتضبتين، الأولى قضية التغذية، كلمة للكبار بصفتهم مسؤولين على نظام التغذية، وكلمة طبعا موجهة للأطفال. هما كاين مجموعة ديال العوامل اللي يعني صحة الإنسان مجموعة مرتبطة بمجموعة العوامل، كاين ستة ولكن أنا نضرب على ثلاثة العوامل. أول عامل هو عامل التغذية، والعامل الثاني عامل الرياضة، هذه الأشياء مهمة، والعامل الثالث عامل ديال النوم، يعني الإنسان خصو يلعس بكير وينوض بكير، على علاقة بمجموعة ديال الهرمونات ما غاديش ندخل في التفاصيل. والرياضة والتغذية متلازمان، بمعنى الإنسان حتى ولو كان النظام ديال التغذية ديالو صحي، وأنا هضر على نظام التغذية الصحي، إذا ما كانش الإنسان يمارس الرياضة يكون أقل صحة من ذاك اللي عنده نظام تغذية صحي يمارس الرياضة. بالنسبة لطبيعة الحال الناس المسؤولين بطبيعة الحال الأطفال، التغذية فيها ثلاثة ديال القواعد. أول أن يكون الغذاء طبيعي، كل ما كان غير طبيعي لا شك أنه يضر، وخاصة إذا أصفنا في استهلاكه. من الأطفال خصهم ياكلوا حاجة طبيعية، المشروبات الغازية يعني المناضة، المشروبات الطاقية، الحلويات إلى آخره، هذه أشياء كتضركم. إذا الغذاء يكون طبيعي مع عدم الإسراف، يعني يقولوا شربوا ولا تسيفوا إنه لا يحبوا المسيفين، بمعنى الإنسان ياكل اللي يبغى ويشرب اللي يبغى، ولكن هو كضابط لا يسيف. هذه قاعدة مهمة، إذا أولا طبيعي، ثانيا متوازن. والتغذية المتوازنة هذا يطول فيها الحديث. أنا غادي نركز على مسألة ديال الخضر والفواكه. الخضر والفواكه هي العمود الفقري ديال التغذية المتوازنة. علاش؟ الجسم ديالنا ماشي محتاج غير الطاقة، محتاج غير مصدر ديال الطاقة اللي هي السكريات والدهنيات والبروتينات. الجسم ديالنا محتاج فيتامينات، محتاج معادن، محتاج ألياف، محتاج مواد كيمياء نباتية إلى آخره. والخضر والفواكه فيها الماء، إذا عرفنا بلي إن نسبة الماء في الخضر تتعدى 90، كاين بعض مثلا الخيار مثلا الطماطم، إذا هي تسوي الجسم بالماء. الفواكه نسبة الماء. السلام عليكم. شكرا. نسبة الماء في الفواكه 85%، هذه واحدة. الخضر والفواكه فيها معادن، فيها فيتامينات، فيها ألياف، فيها مواد كيمياء نباتية، فيها ألياف. واحد الجملة دائما نقولها في المحاضرات. دائما في جميع المحاضرات نقول جملة، الذي يستهلك 5 أنواع من الخضر والفواكه مع شرب الشاي الأخضر يكون قد استهلك ما بين 5000 حتى 10000 مادة كيمياء نباتية، أكثر من الصيدلية. هذه جانب. إذا الخضر والفواكه و5 أنواع في اليوم. علاش 5 أنواع في اليوم ديال الخضر والفواكه؟ لأنه لا يوجد غذاء كامل شامل يحتوي على جميع ما يحتاجه جسم الإنسان، فيتامينات وألياف ومعادن إلى آخره. ما كانش شي غذاء إلا حليب الأم اللي غذاء كامل، وبالتالي خصني نوع. هذه مسألة أخرى. مسألة الخضر والفواكه الموسمية. علاش الخضر والفواكه الموسمية؟ لأن الحوايج اللي كيكون مخزنين القيمة الغذائية تنقص مع عامل الزمن، هذه وحدة.
المسألة الثانية فيه إضافات، هذه الإضافات حول المواد المحافظة قد تضر بالصحة ديال الإنسان، بمعنى ناكل الخضر والفواكه الموسمية، وقضية بطبيعة الحال وجوب تنويع. قلنا بأن علاش لا ديفيسيفيكاسيون، نوعوا الخضر والفواكه لأن ما كانش شي غذاء كامل. دونك إذا ما غاش نهضر على قضية التغذية المتوازنة، شرب السوائل حوالي تونس خمس أنواع من الخضر والفواكه، وهذه يعني هذه نصيحة ديال الخبراء التغذية والمنظمة العالمية للصحة، خمسة أنواع من الخضائر والفواكه الموسمية. أنا غادي نقول غير واحد جوج ديال النقطات على قضية الفطور. الفطور ما خصناش بالنسبة للأطفال ما خصوش تصوتا، ما نقفزوش على الفطور. الفطور هو وجبة أساسية. الحوايج اللي نبعدو عليهم في الفطور اللي يكون فيهم سكريات بزاف، سهلة الهضم، حتى الكونفيتي والحوايج اللي ولا العصائر غير طبيعية. ما غاش بزاف يركز ومضر بالصحة، بمعنى كاين عشرات ديال الأطعمة اللي الإنسان يقدر يحطها في الفطور الصباحي. مصدر ديال الألياف إذن الفاكهة، مصدر مثلا ديال البروتين مثلا البيض، قضية مثلا التمر، قضية الياغور، قضية الحليب، قضية الشاي، قضية المكسرات، اللائحة طويلة. مسألة ديال العشاء، حنا نفضلو باش العشاء يكون خفيف. العشاء يكون خفيف، علاش يكون خفيف؟ لأن حنا نقولو خير العشاء سوافيه وسوافي العشاء، بمعنى يتعشى الإنسان يكون عاد باقي في الدور، ماشي نتعشى 12 ديال الليل. إذا العشاء نديروه باقي. واللي الكلمة بطبيعة الحال لأن التغذية بطبيعة الحال ماهوش لأن بان لينا عندكم حملة الآن ديال يعني ديبيستاج ديال الأخوان، ماشي كلمة مقتضبة، ولكن ربما لقاء الأخوان نديرو محاضرة، لأن ماهوش لأن نديرو محاضرة مع التغذية، غادي نديك مع الآخر واحد الساعة. ولا يليق لان قضيه الاخوه الدكاتره والاخوه المغاربه بعد الطريقه عندهم عمل، يبان لي على الاقل واحد ساعتين ديال العمل. العشاء اذا العشاء يكون بكري، الفطور يكون مزيان، هادو مساله. وخصهم الاطفال ينعسوا بكري، بلا ما ندخل في قضيه هرمونات لا ميلاتونين لا سميتوك صحه لا لا بانوتولين، باش هذا موضوع ماشي فورمو، ولكن حنا خصنا نزيدوهم باش ينعسوا بكري. وفي غرفه لان النوم الباكر والكافي، وفي غرفة مظلمة، خاص ماشي داير التلفزيون في الشومبر ويعسوا، لا. إذا هذه الأشياء اللي بغيت أنا يعني الكلمة المقتضبة، قضية خضر فواكه الفطور ما ينكزوش ينعسوا بكري، قضية حرارة إذا كان شيء ممكن يديروا لهم رياضة، ربما يشوفوا شي نادي يديروا لهم رياضة، بطبيعة الحال يعني لأن كما قلت الكلمة يعني التغذية موضوعية طول في الحديث، نبغي كمداخلة يعني بسيطة، ونخلي نترك الباجة واحد دقيقة لأن كان شي سؤال أو سؤالين ونختموا. أنا نشوف قلت لنا الطبيب ناكلوا 50 تاع الماكلات، 50 انواع ديال الخضر والفواكه، وهذه قلت لي 50 تاع الماكلات. الماكله الماكله يعني الانسان حتى ولو كان ياخذ غير وجبتان كافيه، يعني ناكلوا خضره مزيان وتيشيرت مزيان، وفواكه وتيشيرت. هي الفواكه الديسير، الفواكه هي هذيك الديسير، ياكل فواكه، والفواكه تكون من نفضلوا حنا الفواكه تكون موسميه تكون جديده. خلينا نقولوا ندير لي في المشتى. هذا وطن ثاني، هذا وطن ثاني، سكينة.